نسلط الضوء اليوم على موضوع الاعتداء على المعلم من قبل الطالب ومن قبل أولياء الأمور. هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير في مختلف مدارس المملكة، اليوم بدنا نسلط الضوء عليها ونعرف ليش الاعتداء على المعلمين وكيف ممكن نعالج هذا. نورس الكردي. نورس، أثناء المرحلة الدراسية بالمدرسة كان في اعتداء على المعلمين؟ طبعا أكيد. شو رأيك بهذه الظاهرة اللي انتشرت بشكل كبير في الأول والأخير؟ هذا إشي غلط طبعا، ما بصير. يعني هم أولاد جايين يتعلموا، يعني الناس بيبعتوا أولادهم عشان يتعلموا مش عشان يتمشكلوا مع الأساتذة، ما بصير. طب كيف ممكن نحد من هذه الظاهرة اللي انتشرت بشكل كبير؟ تربية، لازم الأهل يربوا أولادهم، ما بصير مرة جايين يتعلموا، ما بصير. برضو كمان يعني المعلم لازم يكون معه يعني سلطة على الطلاب عشان يضبطهم. يعطيك العافية. انتشرت بشكل كبير بالآونة الأخيرة ظاهرة اعتداء على المعلمين، شو رأيك بهذه الظاهرة؟ ظاهرة غير صحيحة، ولازم يراعوا شعور الطلاب. احنا بنشوف الاعتداء صار من يعني أول كنا نشوف إنه الأستاذ اللي بيعتدي على الطالب، هسا الطالب اللي صار يعتدي على الأستاذ، كيف ممكن نحد من هذه الظاهرة اللي صراحة يعني مزعجة؟ لازم الأولاد يتأدبوا وما يطلعوا صوتهم على المدرسين، والمدرسين يراعوا برضو الأطفال والطلاب على الامتحانات اللي هم هلا فيها. تثقيف الطلاب وتوعيتهم إنه هذا الإشي خطأ، وزرع الاحترام بالطلاب إنه يحترموا اللي أكبر منهم وما يتعدوا عليهم. يعني خلال الفترة اللي تعلمت فيها في المدرسة شفتي مثل هذه الظاهرة؟ صراحة لا، أيامي ما كانش فيها كذي. هي أكثر منتشرة يمكن عند الشباب؟ يمكن آه. شو دور الأهل في موضوع زي هيك؟ الأهل دورهم كتير كبير، التوعية أهم شيء، لأنه إذا الأهل تشجعوا الطفل إنه دائما إيش ما تعمل عادي هذا أكبر خطأ، لأنه الكل بصير عادي يتمادى. أما لما الأهل يعاقب الطفل إنك ممنوع تعمل هيك أو ما بصير عيب، وقتيها الطفل ببطل يكرر هاي الشغلة. شكرا. مساء الخير. أهلا. تعرفين عن نفسك؟ دانا الهواري. بدي تحكي لي عن ظاهرة اعتداء على المعلمين من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، انتشرت بشكل كبير، كيف ممكن نحد من هذه الظاهرة؟ تمام. هلا أولا يعني في أحيانا نحن دائما نحط الحق على الطالب، تمام، في أحيانا الحق على المعلم، فإذا كان المعلم عم يعطي التربية الصحيحة، أول شيء اسمها تربية وتعليم، فبالآخر إحنا عم نلاقي المدارس عم بتعلم وما عم بتربي. بالنهاية إحنا دورنا كمعلمين نربي هدول الطلاب لحتى يعني نطلع جيل واعي، فبرضه في عليهم حق. في برضه دور على الأسرة، إذا كانت الأسرة عم بتثقف يعني هم أبنائهم طلاب المدارس إنه ما بيصير هذا الإشي، التربية والأخلاق بالنهاية بترجع للأسرة، بس برضه كمان في دور للمعلم. الاعتداء زي ما حكيت يمكن بشوفها عند الشباب أكتر، يعني مثلا بنفسه عجل الدكتور أو الأستاذ إذا كان طالع هو حاقد عليه بكسروا له إياه. لو اقتصرت على الأمور المادية بظلها أهون من الاعتداء اللي صار جسديا على المعلم. كتير مثلا كنت بسمع هاي القصص إنه بتصير في ضرب أو إشي زي هيك، بيعملوا شلل فبيروحوا بيضربوا الأستاذ لأنه مثلاً أعطاهم حصة زيادة أو مثلاً مواقف شخصية. بالضبط. فهذا الشيء أهلاً معك. حسا هو كانوا فيش قانون يعني بيردع الاعتداء من قبل أهل الطلاب على الطالب على المعلم، يعني فهي اللي خلتهم يمدوا ديهم يعني ويتجرؤوا أنهم يعتدوا على المعلم. بس كمان يعني في طلاب صراحة وفي معلمين بيستاهلوا، يعني بينه وبينك يعني احنا كنا طلاب، مهما كان الاستاذ يعني يخطأ بحق الطالب، لكن بالنهايه هو معلم. لا، ما هو في هو اللي بحط الطالب على الطريق الصحيح. مزبوط، بس في اساتذه ما بيستاهلوا يكونوا معلمين. يعني اوكي انا معك، المعلم اللي انت بتحكي عنه معلم ما راح يصل لمرحله يخلي الطالب يعتدي عليه او هو يعتدي على الطالب، هذا المعلم. بس في فعليا عندك ناس ما بيستحقوا شهاده معلم ولا بيستحقوا انك تقول لهم معلم. يعني انت مع ام ضد ظاهره؟ انا ضد اكيد، يعني ضد العنف باي شكل من اشكاله، سواء كان من قبل المعلم أو من قبل الطالب على المعلم. يعني كيف ممكن نحد من هذه الظاهرة؟ بصراحة هي بترجع بالأساس للتربية من البيت، يعني كل إشي كل أي ظاهرة ممكن نواجهها بالمجتمع أساسها يكون البيت. ظاهرة كثير غلط، لأنه المعلم هو قائد للمجتمع اللي إحنا فيه وهو اللي بعلم أبنائنا. طب كيف ممكن نحد من هذه الظاهرة؟ نقلل من الاعتداء على المعلمين؟ بنشدد الرقابة على المدارس. تشدد رقابة على المدارس، لأن المدارس بصير فيها أشياء لا بتعلم فيها لا معلمين ولا مدراء ولا وزراء ولا أي شيء. للأسف يعني أنه أيامنا ما كان الحكي هذا، أنه أيامنا لما كنا عيال صغار
لما نشوف استاذ كنا نهرب من شقه لشقه من شارع لشارع. هلا العيب يشوف الاستاذ كانه شايف انسان عادي، عدم الاحترام. وهذا بايد الحق على وزير التربيه والتعليم لما منع الضرب من المعلمين. انا بحط الحق كله على وزير التربيه والتعليم الاولاني مش الان. احمد، كيف تشوف ممكن نحد من هذه الظاهره، نقلل من هذه الظاهره اللي انتشرت بشكل كبير؟ لما نحط احترام للمعلم، لما الوزاره كيف ممكن نزرع احترام المعلم في انفس اطفالنا من هم اولاد صغار؟ اولا برجع لولي الامر اولا بالبدايه، وثانيا للوزاره تعطي انه صلاحيه للاستاذ انه اكثر يقدر يعلم. الان اذا حكم كلمه صغيره مع المعلم ثاني يوم بحبسه للاسف، والقانون مع ما ماني حاب احكي. شكرا.